شخصيا للسؤال اللي في مخك، إذا هجمت عليك الخطوب والهموم من كل حدب وصوب، كيف تدخل نفسك في حظيرة الطمأنينة؟ أولا يعني شوف، طالما أنت داخل حدود الله فأنت في راحة، هذه قاعدة. أنت داخل حدود الله أنت في راحة. كيف؟ في لكل داء دواء. طب دواء الابتلاء إيه؟ الصبر والتصبر والاستبار، وبعدين استعينوا بالصبر والصلاة. والصبر ملوش نهاية؟ لا، الصبر سبحان الله ليست له، يعني له بداية وليست له نهاية، لأن لما مدح ربنا سيدنا أيوب إن وجدناه صابرا. صابرا دي تعرف أنت إيه؟ حال ولا تعرف إيه؟ تعرف حالة. نعم. طيب إن وجدناه صابرا هكذا حالة. نعم. يعني لو قلنا الرجل ده حالته إيه؟ صابر. بس سبحان الله. بصر. فجاء علي ووضحها وقال سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. يا سلام. فإذا توقف الإنسان عند نصف الإيمان وهو الصبر، يكمل رب العباد له الفضل بأن يحصل على النصف الآخر وهو الشكر، ويشكر على الابتداء أكثر مما يشكر على الرخاء. نود أن نسمع قصة شخصية من عند حضرتك للصبر على الابتلاء شيخنا. لا، أنت أولا أنت في الدنيا معرض، الإنسان معرض لصغير الأمر وكبيره، وقد يكون الابتلاء عند زيد هو نعمة عند عمرو. يعني كل أصدقائي الذين تولوا مسؤوليات وكراسي في الوزارات في كل الدول الإسلامية وتربط بصدقات كبيرة، الحمد لله، لا أهنئهم بكرسي الوزارة، أهنئهم بالخروج منها. غريب. هذه شيء شخصي، يعني انت تسألني عن شيء شخصي. نعم. لماذا اهنئه؟ لان المسؤوليه صارت بعيده عن كتفيه حتى يلحق ليحاسب نفسه قبل ان يموت. المسؤوليه المساله ليست بهذا المنطق، يعني اهنئ بعد الخروج، لا اهنئ عند الجلوس، لان الموضوع ليس سهلا. تكليف وليس تشريف. يعني اعان الله الجميع. يا رب. نعم. يا رب. نعم.